الوطن منا ونحن أبناؤه، فريقه خيمة وطن، وضمن مبادراته المتتالية يدشن اليوم وبالتعاون مع مستشفى الكفيل حملة كبرى للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال توزيع صيدليات يدوية محمولة على خيم الاعتصام في ساحة التظاهرات. يعني أقمنا هذا النشاط اللي هو حملة توعية ضد فيروس كورونا وكيفية الوقاية منه. النشاط نفذناه مستشفى الكفيل بالتعاون مع فريق بصمة الشبابي مع خيمة وطن. اليوم سوينا حملة تنصيب صيدليات لحفظ المعقمات والأدوية داخل الخيم للحفاظ على سلامة الأحبة المتظاهرين. نريد نوزع الوقاية من مرض الكورونا. بهذه الورقة موجودة أسباب مرض الكورونا وشلون الوقاية من عندها وشلون تعرف إذا أصابت بمرض الكورونا والفرق بينها بين الإنفلونزا العادية والكورونا. ليس شباب فريق خيمة وطن وحدهم من يقومون بمثل هكذا حملات، فهناك فريق آخر وهو تجمع سلميون الذي يقوم بنصب مرشات معقمة في مداخل ساحة الأحرار والأماكن التي تشهد تجمعات بشرية وبدعم مباشر من قبل دائرة صحة كربلاء. أتي العدد من خيمة الاعتصام في ساحة كربلاء، تجمع سلميون قاموا بنصب 4 مرشات تعقيم بالتنسيق مع دائرة الصحة. هذه المرشات التعقيم تكون خاصة للمتظاهرين والمعتصمين يدخلون ساحة الاعتصام. هاي المرشات راح تنزل الديتول والمعقمات والإيثانول على الناس قبل لا تدخل، فاللي يدخل داخل الساحة راح يكون تماما معقم ونظيف، وتم التعاون مع الشرطة اللي موجودين بالسيطرات قرب المضخات، انه اي شخص موجود في حال قراءة درجة الحرارة مالته انه كان صاعدة راح يكون يعني على جهة الى ان يتم اتخاذ الاجراءات الصحية بحقه. وتستمر الحملات التوعوية للفرق التطوعية لمواجهة خطر كورونا الذي يهدد حياة الجميع دون استثناء. من كربلاء وليد الصالحي، التغيير.